سلام بنات الدار، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ ماكش بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم الاسرار ديال المسم باش يجي لكم من فوق. كما كتشوفوا كيجي البنات رائع وكيجي مورق. كنتمنى تجربوا مع افادوسه ديالكم. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، غادي نحتاجو زلافة ونص ديال الفينو ديال الصلب، ماشي الفينو العادي، هاد الفينو رقيق بزاف. وغادي نحتاجو جوج سلايف ديال دقيق الفورص، وغادي نحتاجو شوية ديال الملحة. بعد ما دفنا ليه الملحة غادي نخلطو دابا النواشف. غادي نضيفو راس المعلقة ديال الخميرة فورية، راس المعلقة صغيرة. غادي نضيفو المعلقة ديال العسل. هنايا البنات راه تجمد ليا في البرد وقاسح. هنا البنات غادي نضيف الماء يكون دافي واحد شويه. صافي هنا البنات غادي نعجن دابا العجينه ديالتي ديال المسمن. والعجينه البنات ديال المسمن خاصها ما تكونش مرخوفه، تكون شويه قاسحه. هنا البنات من بعد ملي جمعنا دابا العجينه ديالتي ديال المسمن، ما غاديش نحتاج ندلكوه مزيان، غادي نديروه في البلاستيك، غادي نخليه واحد المده ديال ساعه. وهنا البنات غادي ندير ليه شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نديرها في البلاستيك غذائي، وغادي نخليه يرتاح لينا واحد المده ديال ساعه. هنا البنات من بعد ملي ارتاحت لينا العجينه ديالتي ديال المسمن، غادي ناخذ هذا البلاطو غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه. وهنا البنات غادي نشكل دابا الكويرات، ما يكونوا كبار وما يكونوا صغار. والعجينه البنات راه مدلوكه براسها. صافي هنا البنات غادي ندير دابا الكويرات، ما يكونوا كبار وما يكونوا صغار. هنا البنات من بعد ملي شكلنا فيهم الكويرات، غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه. غادي نخليه واحد المده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، ما نفوتوهاش بزاف. هنا البنات من بعد ملي خلينا واحد المده ديال 5 دقائق، غادي ناخذ دابا شويه ديال الزيت النباتيه، غادي نديرها فوق السطح العمل، وغادي نسرح فيها الكره الاولى. هنا الا بغيتي ينجح معكم المسمن اول تجربه، خاص العجينه ديال المسمن خاص تكون رقيقه ما تكونش غليظه. من بعد ملي سرحناها غادي نرش ليها شويه ديال الزبده مذوبه. هنا البنات غادي نضيفوا دابا المكون السحري. هنا البنات خديت واحد الكميه ديال النخاله الغليظه الحمراء، درت ليها شويه ديال الزيت النباتيه، ودرت ليها واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوه. صافي هنا البنات من بعد ملي سبستها مزيان، غادي نرشها دابا فوق العجينه ديالتي ديال المسمن، وكتجي البنات مورقه، كتجي رائعه رائعه بزاف. صافي هنا البنات من بعد ملي درت ليها النخاله، صافي هنا البنات غادي نطوي دابا المسمنه العاديه. صدقوني البنات الا درتو هاد الطريقه ديال النخاله كتجي البنات رائعه وكتجي مورقه. صافي هنا البنات غادي دابا غادي نلوي دابا المسمن العاديه، غادي ندير لها على شكل مربعه، وكون طويه غادي ندير لها شويه ديال الزبده. صافي هنا البنات غادي ندير لها شويه ديال الزبده. صافي هنا البنات غادي نسد دابا المسمن العاديه، وغادي ندير لها شويه ديال النخاله. صافي هنا البنات غادي نطوي دابا المسمنه العاديه. صافي هنا البنات غادي نستمر دابا في المسمن ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي كملت الكميه ديالتي ديال المسمن، خديت البنات المسمنه الاولى، وهنا البنات راه درت المقره تسخن. وصافي هنا البنات غادي نسرح دابا المسمنه خاص بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نسرحوا الجوانب باش ما يكونوش غلاط. وهنا البنات غادي نديرها دابا المسمنه، غادي نديرها في المقله، والنار البنات خاصها تكون شويه متوسطه. صافي هنا البنات غادي ندير لها شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نخليها واحد دقيقه اولا جوج دقائق، ما نخليهاش طيبه عاوتاني مزيان. صافي غادي نقلبها في الجهه الثانيه.
صافي هنا البنات غادي نستمر دابا في الطياب ديالي ديال المسمن مره مره، خاصنا نقلبوها والنار تكون متوسطه. وراه البنات راه غادي تنجح معاكم مليون في المئة. هاد المسمن البنات كيجي البنات محمر وكيجي رائع رائع وكيجي مورق. صافي هنا البنات غادي نال البنات من بعد ملي كملنا الكميه ديالتنا ديال المسمن وكيجي البنات مورق كيجي رائع رائع بزاف. وغادي نفتح لكم وحده باش تشوفوها من الداخل، كتجي كلها مورقه كتجي كلها مورقه كتجي رائع رائع بزاف. كنتمنى تجربوا مع افاتوس ديالكم. ونال البنات غادي نشكركم سواء البنات ودايا كاين في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات زوينين كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تهلوا ليا فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.